سهل لي درس ديني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية التي تعتبر سنة حميدة تتفرد بها المملكة المغربية، تعطى فيها الكلمة للعلماء والدعاة من كل بقاع الأرض. اللحظة يصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى هذا الجمع الديني العلمي والفكري المبارك ليترأس حفظه الله درس هذا اليوم الرمضاني ويلقيه في حضرة أمير المؤمنين الأستاذ محمد مشان رئيس المجلس العلمي المحلي لعملة مقاطعات الفداء مؤسسة الطالب بالدار البيضاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد فضل الاعتصام بحبل الله المتين وبسنة سيد المرسلين، انطلاقا من حديث نبوي شريف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الإمام مالك في الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل آن وحين. أما بعد، مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، أتشرف بأن أتناول بعد إذنكم موضوع فضل الاعتصام بحبل الله المتين وبسنة سيد المرسلين، انطلاقاً من حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم روايةً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الإمام مالك في الموطأ، وذلك من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول في شرح الحديث المعتمد وبيان مكانة السنة من الدين، المحور الثاني في بيان أصناف المتعاملين مع السنة، المحور الثالث في جهود مولانا أمير المؤمنين في خدمة حديث جده سيد المرسلين. المحور الأول تخريج هذا الحديث، الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام مالك بلاغاً في الموطأ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر، وقد وصله الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في حمله وروايته، وأيضاً في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وقال عنه: محفوظ معروف مشهور عن النبي عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. وأخرجه بلفظ قريب منه الإمام البزار في مسنده البحر الزخار، وأبو بكر الشافعي في كتابه الفوائد، والإمام الدارقطني في سننه،
وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والحاكم في المستدرك وسكت عنه ووفقه الإمام الذهبي، والإمام البيهقي في السنن الكبرى، كلهم من حديث أبي هريرة. وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع، في حجة الوداع، فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه الحاكم ورواه عن الحاكم الإمام البيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، والدعوة للزوم نهجهما واتباع سبيلهما. والحديث واضح الدلالة، بين المعنى، في أن العصمة والنجاة تحصل لمن تمسك بالكتاب والسنة وعض عليهما بالنواجذ، لأنهما محفوظان وحجتهما باقية إلى يوم القيامة. فهما كما قال الإمام الزرقاني رحمه الله: الأصلان اللذان لا عدول عنهما ولا هدي إلا منهما، والعصمة والنجاة لمن مسك بهما واعتصم بحبلهما، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما والمبطل إذا خلاهما. فوجوب الرجوع إليهما معلوم من الدين ضرورة، فالقرآن الكريم والسنة النبوية هما حبل الله المتين وهما سبيل النجاة. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، فقال جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه من أن يزاد فيه أو ينقص منه، وصانه من أن تمتد إليه يد التحريف والتبديل والتزوير. وتعهد الله لنبيه بحفظه وصيانته، فلا تمسه أيدي المحرفين والمغرضين. وصدق الإمام الشافعي حين قال: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وقال مولانا جل في علاه: وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه باطلا أو أن ينتقص منه حقا، وما تكفل الله بصيانته لا يضيع، وما حفظه الله علينا لم يغير. وهذا الحفظ وتلك الرعاية لا تخفيان على أحد اليوم، فلا جرم لو غير واحد حركة أو سكونا من القرآن لنادى الصبيان بتخطيئه. والسنة أصل من أصول هذا الدين الحنيف، هي المصدر الثاني بعد القرآن، وهي شديدة الارتباط بكتاب الله، فهي شارحة لقواعده العامة، مبينة لمعانيه، ومفصلة لمجمله، ومخصصة لعامه، ومقيدة لمطلقه، فهي منه بمنزلة المبين من المبين. ولا يتصور فهم لكتاب الله من دون رجوع لسنة سيدنا رسول الله، ولا يمكن الاستغناء عنها في معرفة أحكام الشرع الحنيف. فالهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لمراد كتاب الله، إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه وعن مراد الله منه. وإذا كان الرسول مرجع الصحابة قيد حياته، فإن المعول بعد وفاته على سنته الصحيحة، وقد قسمها العلماء من حيث وظائفها إلى ثلاثة أقسام، فهي إما سنة مقررة ومؤكدة ومعضدة لحكم ثبت في القرآن، وإما سنة مبينة لما جاء في القرآن مصداقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وإما سنة مستقلة بالتشريع منشئة للأحكام. وخشية اختلاطها بالقرآن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن كتابة الأحاديث، لكنه أذن لبعض الصحابة أن يكتبوا بعض الأحاديث، بل وردت عنه روايات تنسخ أحاديث النهي. والكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم كانت كتابة خاصة وليست تدوينا عاما، وهي تقاييد فردية وليست جماعية.
وقد اشتهرت صحف لبعض الصحابة رضي الله عنهم كصحيفة أبي بكر وصحيفة علي بن أبي طالب والصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمر بن العاص وصحيفة جابر بن عبد الله وغيرها. وبعد عهد رسول الله اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وفشى الوضع في الحديث، أي اختلاق أحاديث لا أصل لها، وكثر موت العلماء، فبادر الخليفة عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية للهجرة، فأمر بجمع وتتبع حديث رسول الله وتدوينه خشية ضياعه، وهكذا نشطت حركة تدوين الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، أي ضياعه، وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وفي ذلك قال مولانا جلال الدين السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثار ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالك ومعمر ووالد المبارك. فالشهر من المدونين لحديث الرسول جماعة متقاربون في العصر مختلفون في مناطق وجودهم، وتفنن المحدثون في مناهج تأليفهم للكتب ما بين مصنفات ومسانيد وجوامع وموطئات وغيرها. ولا بد من التنبيه أن الاعتماد كان على الحفظ والتدوين معا، فقد واكبت الرواية الشفهية التدوين في تاريخ الإسلام. المحور الثاني: أصناف المتعاملين مع السنة والمشتغلون بالسنة فرق وطوائف اختلفت مناهجهم وتباينت اتجاهاتهم وتنوعت مقاصدهم. فطائفة منهم أنكرت السنة جملة وتفصيلا، وأخرى ردت أخبار الآحاد التي لم يبلغ عددها تواتر ولم تأخذ بها، وثالثة استعملت عقلها وقدمته على الأحاديث. وشكك المنتمون لهذا التيار في السنة وفي علوم الشريعة عموما، واستهانوا بجهود علماء الحديث وبمناهجهم البالغة الدقة. وهكذا ابتليت السنة، فهي بين مشكك في صحتها، رافض لها، ومعترض عليها بفكره ورأيه وهواه، فهي في نظر بعض هؤلاء تعارض الحقائق العلمية وتنازع العقل سلطانه، لذا يجب في زعمهم الباطل عزلها عن دائرة الاحتجاج. ويتزعم هؤلاء القرآنيون والعقلانيون والمستشرقون كإنياس جولتزيهر ولامونس وهوروفيتش وفينسينك وكراتشوفسكي وغيرهم كثير، ومن الحيف والظلم وعدم الإنصاف أن نجعلهم في سلة واحدة وأن نصنفهم في اتجاه واحد، بل يتأرجحون بين المتحاملين المعادين للتراث الإسلامي، همهم الوحيد تشويه هذا الدين والتشكيك في تعاليمه وبين قلة من المنصفين المعتدلين الذين تتسم كتاباتهم بالموضوعية والنزاهة. أما العقلانيون فمنهجهم يقوم في الغالب على رد الأحاديث التي تتحدث عن الغيب، أي كل ما غاب عن الحس والمشاهدة، وعقولهم الرافضة للسنة كليا أو جزئيا نجد أكثرية وفي لا تقبل تلكم الأخبار ولا تستسيغوها. وفي الجهة المقابلة لهذه الطائفة الرافضة للسنة نجد أكثرية تعترف بحجية السنة وتقر بالمنهج الصارم الذي استعمل في جمعها، لكنهم وقعوا في بعض الآفات نذكر من بينها: أولا، آفة الجمود على ظواهر النصوص والسطحية في التعامل مع حديث رسول الله، وهم وإن كانوا ينظرون إلى السنة بعين الإجلال والتوقير ويرون أنها دليل شرعي تقوم به الحجة، لكن منهجهم في التعاطي مع السنة يعاني من قصور لجمودهم على ظواهر النصوص وسطحية في التعامل معها، وربما أوقعهم ذلك في التشدد والغلو والتطرف، مما أفقد السنة بريقها ووهجها. ثانياً، آفة الوضع والاحتجاج بالروايات الواهية والمكذوبة، يضاف إلى ما سبق ذكره الوقوع في تقديس المرويات والاحتجاج بكل ما وصل إليهم، فعملوا بالروايات التالفة والمكذوبة وقبلوا الغث والسمين، فهم كحاطب ليل
يروجون لأحاديث واهية وموضوعة باطلة لا أساس لها من الصحة، مما أدى إلى تشويه الإسلام والإساءة إليه. وبالغ في الرد على أمثال هؤلاء التابعي الجليل شعبة بن الحجاج حين قال: ما أعلم أحداً فتش الحديث كالتفتيش، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب. ظاهرة الوضع والكذب في حديث رسول الله. والحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المزور المكذوب على رسول الله. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور الخلافات المذهبية والسياسية بين الفرق وتوسع الرقعة الجغرافية لبلاد المسلمين ودخول أجناس كثيرة مختلفة في الإسلام، كثر الوضع والدس والافتراء على رسول الله. ولقد حاول أعداء الدين النيل من كتاب الله فأعجزهم ذلك، لأن الله حفظ كتابه من كل تبديل وتغيير. فلما يأسوا من الوصول إلى كتاب الله حول وجهتهم نحو السنة، سنة رسول الله. وهذا ما دعا العلماء إلى التحذير من الأحاديث الموضوعة والتشمير عن سعيد الجد في نقد الروايات ووضع قواعد منضبطة، متوسلين بآيات علمية دقيقة للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة. لذا أكدوا على وجوب التزام الإسناد، ونهوا عن رواية الأخبار التي تشكو من خلل في السند، وحذروا من الأخذ عن كل من هب ودرج، والتزموا السؤال عن أحوال الرجال الذين نقلوا الحديث، والتحري عن مستوى تدينهم وصدقهم وأمانتهم وضبطهم للرواية، وحذروا من الكذابين وفضحوهم على رؤوس الأشهاد، ووضعوا أمارات وعلامات وضوابط بها يعرف الحديث الموضوع ويتبين المزيف من الصحيح والأصيل من الدخيل. وقد لخص زبدة هذه الضوابط الإمام ابن الجوزي رحمه الله فقال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. فمخالفة الحديث لدلالة الكتاب القطعية أو الأحاديث الصحيحة مخالفة صريحة تسقطه، وكذلك مناقضة الحديث صريح العقل وبدهياته، ومخالفته للثابت من التاريخ، ومخالفته للحقائق العلمية القطعية الثابتة التي تقترب من اليقين لا الفرضيات والنظريات القابلة للتغيير والتبديل، وغيرها من الضوابط التي أعملها المحققون لرد الكذب والافتراء على رسول الله. ثالثاً، آفة لي أعناق النصوص وسوء توظيفها، وأقصد بذلك التوظيف الممنهج والاستغلال السيء للحديث، وهي القراءة المغلوطة والفهم السقيم للأحاديث النبوية، والقراءة التجزئية للسنة، وعدم الجمع والمقابلة بين الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد. وهكذا تداول بعضهم أحاديث فيها احتقار المرأة والإساءة إليها إساءة بليغة، فنسبوها زوراً وبهتاناً لرسول الله وهو منها براء، وروجوا لأحاديث فيها من العنف والغلو ما يشين عظمة الإسلام، وربما ذكروا أحاديث صحيحة لكنهم فهموها فهماً مقلوباً أو فهماً غريباً، وعمد بعضهم إلى السنة فتلاعب بنصوصها وأساء التعامل معها، إما جهلاً بعلوم السنة أو عن قصد وسوء نية. وبدل أن تسهم السنة في بناء حضارة إنسانية، وعوض أن تستثمر الأحاديث النبوية في التربية الخلقية والارتقاء بالأمة في طمأنينة وسكينة ورغد من العيش، قلبت هذه المناهج المنحرفة حياة الناس رأساً على عقب، وحولتها إلى جحيم لا يطاق، وكدرت صفو جمال هذا الدين. ولقد ثبت عند المحققين أن أغلب الأحاديث التي تخالف العقل أو تناقضه أو تخالف أصول الشريعة وتعطي صورة مشوهة عن دين الله هي أحاديث مكذوبة. فأحاديث احتقار المرأة والتنقيص منها مثلاً موضوعة مكذوبة على رسول الله، ولا يتصور صدور أي تنقيص من رسول الله للمرأة، كيف وهو نصيرها والذاب عنها والحامي لحقوقها، بل ثبت عنه على العكس أحاديث كثيرة في تكريمها والرفع من قدرها ومساواتها بأخيها الرجل. وحسبها شرفاً أن آخر كلام مولانا رسول الله كان وصيته بالنساء خيراً. فمتى وجدنا حديثاً يفهم منه الإساءة إلى المرأة أو وصفها بالدونية، علمنا يقيناً أنه حديث مكذوب مفترى على رسول الله،
أو أنه حديث صحيح لكنه قراءة مغلوطة متأثرة بذكورية بعض القوم وبتقاليد بالية راكدة موروثة ليست من الإسلام في شيء. واشتهر عند العلماء أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ردت كثيرا من الأحاديث ورفضتها لمخالفتها لكتاب الله أو لمناقضتها العقل، وألف في ذلك الإمام بدر الدين الزركشي كتابه الماتع الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، قال في مقدمته: وبعد، فهذا كتاب أجمع فيه ما تفردت به الصديقة رضي الله عنها أو خالفت فيه سواها برأي منها أو كان عندها فيه سنة بينة أو زيادة علم متقنة أو أنكرت فيه على العلماء علماء زمانها أو رجع فيه أجلة من أعيان أوانها أو حررته من فتوى أو اجتهدت فيه من رأي رأته أقوى. وقد وصفها بأنها الفقيهة الربانية، وقدم الكتاب بترجمة وافية لعائشة رضي الله عنها، وخصص فصلا لذكر خصائص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يخلو كتاب ولا مصنف من مصنفات الحديث من ذكر فضائلها ومناقبها. فلم تمنعها الأنوثة من تعلم العلم، ولم يمنعها الخجل والحياء من أن ترد على كبار الصحابة، فصارت مرجعهم، إليها يتحاكمون، وعلى قولها يعولون، وإلى رأيها يؤوبون في كل ما يستشكلون. من الأحاديث المشكلة نسوق نموذجين. النموذج الأول عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقد روي عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. فقالت أمنا عائشة: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون للحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل سلالة. قال الإمام ابن عبد البر في هذا في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرا، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة. النموذج الثاني: أحاديث ظاهرها إطلاق الكفر على مرتكبي بعض المعاصي. أساءت الطوائف من الناس فهم بعض الأحاديث ولم تقف على معانيها، فخرجت على الأمة بفكر التكفير، وحيث حملوا الكفر الوارد في تلك الأحاديث على الكفر المخرج من الملة، وأعوزتهم آليات التعامل مع النصوص وجهلوا كيفية تفكيك معانيها فأخطأوا في الفهم. فحملوه على الكفر المخرج من الملة، والصحيح أنه ما فهمه أسلافنا من العلماء الربانيين أن المراد بالكفر الوارد كفر لغوي وليس كفرا شرعيا، أو هو كفر النعمة ونكران الجميل وليس الكفر الأكبر، وهو ما يسميه العلماء الكفر الأصغر، وأن العاصي إنما يكفر إذا أتى المعصية معاندا مستكبرا مستحلا لها جاحدا لحكمها غير مقر بحرمتها. فظاهر هذه الأحاديث غير مراد، وإنما المقصود تغليظ وعيد الله. فمن كان خلوا من علوم الحديث صفرا من علوم الشريعة لا يجوز له أن يتقحم هذا المضمار الصعب، ولا أن يلج فيما لا يحسن، ولا أن يتجاسر على ما لا يتقن، لأن الوسيلة التي لا انفكاك عنها لكل من أراد الاقتراب من حديث رسول الله هي حسن فهم الحديث والتضلع من السنة. أما المنهج الوسط في التعامل مع السنة فهو قبولها بشروط، ومن بين هذه التيارات المتعاملة مع السنة يخرج المنهج الأمثل في وسطية واعتدال وابتعاد عن جحود نصوص السنة ومخالفتها وردها بأهواء النفوس، وتنزه عن قبول الغث والسمين والصحيح والمزيف البهرج من الروايات، وهو المنهج الذي يعتمده علماء مملكتكم الشريفة يا مولاي في التعامل مع السنة بأخذ الصحيح الأصيل الأثيل والطراح المنكر والدخيل وكل ما يناقض قطعيات هذا الدين أو يخالف إجماع المسلمين. المحور الثالث والأخير: جهود مولانا أمير المؤمنين في خدمة حديث جده سيد المرسلين مولاي أمير المؤمنين. لا يسعني في هذا المقام
إلا أن أذكر على سبيل الفخر والاعتزاز ما تم تحقيقه وإنجازه في عهدكم الميمون من ارتقاء بالخطاب الديني خدمة لدين الله ولسنة جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولاً، فالمتتبع لخطبكم يا مولاي يجدها مرصعة بأحاديث جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ذلكم دلالة قوية على حضور السنة في رؤيتكم العميقة في البناء والعمران اقتداء بالسيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثانيا، هذه الدروس الحسنية المنيفة التي تشرف برئاستكم وحضوركم الفعلي فيها إنما هي مدارسة لحديث رسول الله وإحياء لسنة رسول الله وذب عنها. ثالثا، الأمر السامي لتحقيق موطأ الإمام مالك، وقد أعطيتم أمركم السامي لتحقيق موطأ الإمام مالك والذي جمع بين كونه أقدم كتب الحديث وصحة ما جاء فيه من الأحاديث وجلال قدر مؤلفه وهو الإمام مالك. ويجمع الدارسون اليوم أن الطبعة التي أشرفت عليها لجنة علمية من المجلس العلمي الأعلى هي أتقن وأدق نسخة وأحسن طبعة لهذا السفر العظيم، وقد ترجم الموطأ بمملكتنا الشريفة بجامعة الأخوين بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى اللغة الإنجليزية، وهي النسخة التي اعتمدها برنامج الدراسات الشرعية في جامعة هارفارد الأمريكية اعترافاً بجودتها وأهميتها في الاطلاع على أول كتاب حديثي وصل إلينا، لأن البخاري يأتي من بعده والسنن الأربعة تأتي بعد موطأ الإمام مالك. قال الإمام ابن العربي في كتابه عريضة الأحوذي: اعلموا أنار الله أفئدتكم أن كتاب الجعفي وهو البخاري هو الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأصل واللباب. رابعاً، الدروس الحديثية بشقيها البيان والتفاعل، وفي إطار عنايتكم بالسنة أمرتم جلالتكم بإقامة الدروس الحديثية بشقيها البيان والتفاعل التي تبثها قناة السادسة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وتفضلتم بإعطاء انطلاقتها، وقد أسهمت هذه الدروس المباركة في إغناء المشهد الإعلامي بتقريب علماء الأمة ولا سيما أهل الحديث من الناس بالتفاعل معهم في تمييز ما صح من الحديث وما لم يصح وما عليه العمل وما ليس عليه العمل ترشيدا لفهم النصوص النبوية. خامسا، جائزة محمد السادس لأهل الحديث، كما خصصتم جوائز لأهل الحديث، وجائزة محمد السادس للحديث خدمة أخرى للحديث وأهله وتكريم لحملة الحديث النبوي الشريف، حيث تخصص لأهم الشخصيات التي كان لها في مملكتكم الشريفة تميز كبير في خدمة الحديث رواية ودراية بالذود عنه وإيضاح مسائله وقضاياه بما يجلي بهاء هذا الدين وجماليته، ويشرف الفائزون بهذه الجوائز الكريمة بتسلمها من يدكم الشريفة. سادسا، منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف، فقد أعطيتم يا مولاي نصركم الله وأيدكم وخلد في الصالحات ذكركم أمركم السامي بإنشاء هذه المنصة خدمة لحديث جدكم المصطفى، وهي مكرمة أخرى من مكرمات مولانا أمير المؤمنين تتوج كل الجهود الأوجه السابقة من العناية المتفردة والرعاية المتجددة، وذلك بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بحديث سيدنا رسول الله وتخدم السنة بصيغة عصرية جديدة. وهكذا انتدب المجلس العلمي الأعلى تنفيذاً لأمركم نخبة من الأساتذة المتخصصين في علم الحديث للإشراف على هذه المنصة، يؤازرهم ويشاركهم ثلة من الأئمة المرشدين والمرشدات من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. والغاية من هذه المنصة استثمار وسائل العصر المتنوعة في تقريب الحديث النبوي لعموم الناس لتمييز الغث من السمين والصحيح من السقيم من الروايات، وتوسيع دائرة نشره في مختلف بقاع المعمور وفق رؤية معرفية ومنهجية مستمدة من طبيعة الدرس الحديثي بالمدرسة الحديثية المغربية. ويتكون رصيد هذه المنصة من 10,000 حديث، فهي تمكن وبطريقة آمنة من فكر الغلو والتطرف، آمنة من فكر التكفير كل من يستخدمها من معرفة أولاً
من روى الحديث من أصحاب الكتب المعتمدة؟ ثانيا، ما درجة الحديث؟ هل هو صحيح أم حسن أم ضعيف أم مكذوب على رسول الله؟ ثالثا، هل هذا الحديث عليه العمل أم لا؟ هل هو محكم أم منسوخ؟ عام أم خاص؟ مطلق أم مقيد؟ ويتم البحث في المنصة إما عن طريق كلمة مفردة من الحديث أو جزء من الحديث، أو عن طريق راوي الحديث، أو عن طريق معنى الحديث ومضمونه، أو عن طريق درجته من الصحة. فإذا لم يتمكن المتصفح من العثور على الحديث بالمنصة، وهو أمر في غاية الندرة في الأحاديث الأصول أي أمهات الأحاديث، هنا يلتجئ المتصفح إلى بوابة سؤال وجواب ليطرح سؤاله على لجنة علمية متخصصة تجيبه عن سؤاله في أقل من 24 ساعة. كما تقدم هذه المنصة خدمات جليلة أخرى، منها الوقوف على جهود المغاربة في خدمة الحديث النبوي وما ألفوا وما دونوا في هذا المجال، مجال الدرس الحديثي، كما تمكن من الاطلاع على الدروس الحديثية المتلفزة والبرامج الإعلامية والمحاضرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بحديث رسول الله أو سيرته صلى الله عليه وسلم. مولاي أمير المؤمنين، إن علماء مملكتكم السعيدة مدركون أنهم ينخرطون في نموذج مبتكر تفتقت عنه عبقريتكم، وهم معتزون بما توليه جلالتكم لقضايا الدين من صنوف الرعاية والعناية بما لا يحيط به عد ولا حصر، وهم فخورون بما تم تحقيقه وإنجازه في عهدكم الميمون الزاهر، وما تقومون به من مبادرات للرقي بالبعد الروحي بكل مستوياته ثقافيا ودينيا، وذلك من خلال الإصلاحات العميقة التي تشمل كل الهيئات والمؤسسات ذات صلة بالشأن الديني. فلا زال النصر يمتد لآرائكم، والظفر لراياتكم، والسعد والتوفيق يقترن بكل جهودكم، والنجاح يحالفكم في كل حركاتكم وسكناتكم. لذا فالعلماء يدعون الله لكم يا مولاي كفاء ما بذلتم من جهد وما حققتم من مشاريع البر والخير، فنسأل الله جل في علاه أن يعينكم على ما ناطه بكم ووكله إليكم من تدبير هذا البلد أمور هذا البلد الأمين والذب عن حياض الدين، كما نسأله سبحانه أن يقر عينكم بولي العهد وطالع السعد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن ينبته النبات الحسن، وأن يشد عضدكم بصنوكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، كما نسأله سبحانه في هذا اليوم المبارك الأغر أن يرحم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس والملك الباني مولانا الحسن الثاني، وأن يطيب ثراهما وأن يجعلهما في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقرات لما سبق ناصحا وعلى سبحان ربك رب لله رب العالمين. الدرس الثالث من الدروس الحسنية الرمضانية ألقاه بين يدي جلالة الملك الأستاذ محمد مشان رئيس المجلس العلمي المحلي لعملة مقاطعات الفداء مرسى السلطان بالدار البيضاء. وفي ختام الدرس يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ محمد أحمد محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. الأستاذ حسن بن محمد صفر أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. والأستاذ مختار المفتي الحسني أستاذ الحديث الشريف بجامعة آل البيت بالأردن. اللهم يدعونا لكم
والأستاذ الحاج أولي نادو رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا. بعد ذلك يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ بنيامين إيرول عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية. والأستاذ ذكر الرحمن أستاذ جامعي مدير المركز الثقافي الإسلامي الهندي في نيودلهي. والأستاذ سعيد هبة الله كامليف مدير معهد الحضارة الإسلامية بموسكو في روسيا. والأستاذ عبد العزيز بن محمد بن صالح العوضي وهو مستشار بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان. والأستاذ عبد الله بن إدريس ميغا رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالنيجر. والأستاذ سيدي محمد ميغا عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ببوركينا فاسو. إلى هنا سيداتي ساداتي نودعكم وإلى اللقاء.